مامتي حبيبتي بتخبز لنا عيش، شايفين شكله يامي خالص. ده رغيف صغنون ماما عاملاهولي، عايزه افتحه كده معاكم عشان اوريكم قلبه. ليه قلب ده؟ سخن سخن سخن، شايفين القلب؟ اوه ريحته حلوه قوي. الله حلوه قوي يا مام، تسلم ايديكي. لا جميل، عايز اكل. الله استوى، انا استوى ودي قلب. الله لسه بقى هنسوي الله، في كمية جوه ودي اخر حبة هنسويهم. حلو الخبيث في البيت يعني، بعدين بيخلي ريحة البيت كده، ريحة الخبيث في البيت حلوة قوي. بصوا الجمال، او ماي جاد، عايز شوية مربى ولا شوية حلاوة ولا حلو حلو. هحاول انزل لكم الطريقة كاملة بقى.